النهارده خلينا نروح كده نفتكر عالم جليل وكبير. النهارده ذكرى رحيل العالم الكبير احمد زويل، اول عالم مصري وعربي يفوز بجائزه نوبل في الكيمياء. طبعا ابن محافظه البحيره اللي اسمه وضع في قائمه الشرف بالولايات المتحده اللي بتضم اهم الشخصيات واللي ساهمت في النهضه الامريكيه. أكثر من 350 بحثاً علمياً في المجلات العلمية العالمية المتخصصة، وسجل اسمه بحروف من نور في تاريخ العلم بحصوله على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 1999، ليصبح أول عالم مصري وعربي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء، وتتوالى بعدها الجوائز والتكريمات بأكثر من 30 جائزة. ورد اسمه في قائمة الشرف بالولايات المتحدة والتي تضم أهم الشخصيات التي ساهمت في النهضة الأمريكية.